زوال إسرائيل أو تحرير فلسطين، كلاهما عنوان واحد في سنة واحدة وهي الآن التي نحن فيها سنة 2022، نبوءة أم صدف رقمية؟ كان هذا عنوان أول كتاب له علاقة بهذا الموضوع، ألفه فضيلة الشيخ بسام جرار قبل أكثر من 20 سنة من اليوم. هذه النبوءة يعني حدث عليها بالتأكيد الجدل الكبير والحديث المتتالي بين من ربما أيد ومن ربما عارض، نقاشات طويلة بالتأكيد خلال السنوات الطويلة الماضية. الشيخ بسام ما زال حتى اليوم مصمم بالتأكيد عليها، على وجهة نظره، شرحها كثيرا، خرج على صفحته على فيسبوك ومن خلال منصاته المتعددة الموجودة على الإنترنت ليشرح وجهة نظره فيها. ونحن اليوم ندخل اليوم الثاني من الشهر الثاني من هذا العام، عام 2022، حوار مفتوح. أردنا أن يكون معنا الشيخ والدكتور بسام جرار في أولى حلقات برنامج استوديو قافي، يسعدنا الترحيب به عبر سكايب أو عبر زوم تحديدا من الضفة الغربية. شيخ بسام حياكم الله. أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وبارك في جهودكم وفيكم إن شاء الله. الله يكرمكم مولانا. يعني اسمح لي بداية، ربما يسأل سائل، يعني اليوم إحنا مر شهر من سنة 2022، لا يوجد أي شيء حصل حتى الآن. نعم، هو في ناس في عام 2021 كانوا يقولوا أي ما حصل، والحقيقة إحنا التوقعات اللي هي بنسبة كبيرة تقول إنه لابد من أن يكون هناك اجتماع 2022 مع العام 1443 هجري، وهناك يعني مؤشرات تقول إنه الاحتمال هذا يقع بين بداية شهر 3 إلى نهاية شهر 6، يعني مش قبل شهر 3، مش بعد نهاية الشهر 6. هذا الدراسات التي قمنا بها من قبل 30 سنة، يعني بدأت الدراسات 1992، وكلها من ذاك اليوم إلى اليوم وهي تتعزز. ولذلك أنا شخصيا يعني عندي قناعة كبيرة بحصولها إن شاء الله، ولكن كما قلت لا يصل الأمر إلى درجة 100%، طبيعي يعني لا نجزم يقينيا كما أكدت أنت أكثر مرة بالتأكيد شيخنا. لكن على كلامكم مولانا، هل النبوءة فعليا هي وقتها لن يتجاوز نهاية 1443 هجري؟ يعني نتكلم عن 4-5 شهور مقبلة فقط. لابد أن تلتقي العامين 2022 مع 1443، فإذا خرجت 1443 دون تحقق هذا، معناته التوقعات كانت غير دقيقة. تمام. طيب لو سألتك شيخنا عن بما يتعلق بالتعداد بالإعجاز العددي، هل هناك شواهد أخرى غير هذه التي ننتظرها؟ هل هناك شواهد أخرى تاريخية بحثت عنها ربما وجدتها تحققت بإعجاز، يعني لم تكن نبوءة ولكن تبين معك أن هناك رقم متعلق فيها بالقرآن الكريم لأحداث ماضية في التاريخ؟ نعم، هناك في الأبحاث نقدم أكثر من ملاحظة تتعلق بفتح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 636 ميلادي 15 هجري، وفتح صلاح الدين 1187 ميلادي الموافق 583 هجري، موجود. نعم موجود في الأبحاث ويتكرر، إلى درجة أنه مثلا فتح صلاح الدين محدد باليوم، وهناك على اليوتيوب ما يقرب من ساعة ونصف في الحديث عن فتح صلاح الدين وعلاقته ب 2022. هناك عجائب تتعلق بعلاقة العام المقترح 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري، علاقته بفتح صلاح الدين بشكل مذهل. نعم، لكن الأحداث اللي انت ذكرتها مولانا، هي في أرقام في القرآن تتطابقت مع سنة حدوثها اللي ذكرتها قبل قليل، فتح مكة وفتح القدس مع سيدنا عمر؟ ماشي، هناك الأمثلة، مش عشرات الأمثلة على هذا. نعم، خليني أعطي مثال واحد. نعم يا ريت. أولا يعني من الأمور اللي نتجت من خلال التعامل مع القرآن الكريم، مثلا إذا أخذنا الآية التي ترتيبها في المصحف 361، نعم، يعني ابتداء من سورة الفاتحة ثم سورة البقرة، الآية 361 في ترتيب المصحف
هذه الآية لماذا أخذنا الآية 361؟ لأنه 361 هذا هو جمل المسجد الأقصى كما يكتب في المصحف، المسجد الأقصى. نعم طبعا في الجمل هو يعني حساب كل حرف من حروف أبجد هوز له قيمة عددية، كان معروف قبل الإسلام ب 1600 سنة وكان ممارس من قبل العرب، فهو جزء من اللغة العربية عندما نزل القرآن الكريم. فإذا أخذنا الآية 361 التي توافق جمل المسجد الأقصى، تمام، نجد أن جمل هذه الآية يعني مجموع قيم الحروف هذه الآية هو 3845، وهذا هو 636 اللي هو فتح عمر، زائد 1187 فتح صلاح الدين، و 2022. جميل. ثم وجدنا انه من بعد قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، الايه الاولى، ثم يبدا الكلام عن النبوءه واتينا موسى الكتاب. اخذنا بعد هذه الايه 361 ايه، يعني ما يوافق جمل المسجد الاقصى، واخذنا 636 ايه، ما يوافق فتح عمر بن الخطاب، واخذنا 1187 ايه، ما يوافق فتح صلاح الدين، يبقى لآخر المصحف 2022 آية. نعم. هي ملاحظات كثيرة جدا لها علاقة بالماضي وعلاقته بالمستقبل المتوقع. جميل نعم، جميل. طيب هناك إذن أمثلة كثيرة على هذا الكلام. طيب أحدهم أو البعض ربما شيخنا أو دكتور يعني بينوه لفكرة أنه هذه النبوءة هي أو مثيلاتها قد تؤدي أو ممكن أو أدت فعليا بالناس إلى التواكل، إنه إحنا خلاص نجلس في بيوتنا وننتظر 2022 ستتحرر فلسطين. هو أولا غالبا الناس لما بتيأس أولا تفرط في الحقوق، ثم تتحلل أخلاقيا، تمام، لما بكون في يأس. فإنما وجود الأمل هو اللي بيدفع للعمل، وهذا مؤكد في واقع البشرية. جميل. ولنأخذ واقع الصحابة. الصحابة هم أكثر ناس كانت لديهم نبوءات تتعلق من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أو الصلاة والسلام. نبوءات تتعلق أو الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث بها، أي نعم، سواء كانت تتعلق بفتح بلاد فارس أو بلاد الرومان أو. ومع ذلك مع أنهم يعني يستيقنوا من حصول هذا، إلا أنه لم تعرف البشرية جيل كان سباق إلى الجهاد والعمل كجيل الصحابة. الصحابة ما ناموا إطلاقا حتى يكون هم من حققوا هذه النبوة. إذن بالعكس، النبوءات هي التي ترفع الهمم وتؤدي إلى الحركة والعمل، جميل، وهذا واقع البشرية. جميل. طيب الواقع اليوم دكتور لا ينبئ بأي شكل من الأشكال ليس بزوال إسرائيل، بل يعني بزوال شبر من إسرائيل. أولاً هي لو كانت الأمور واضحة ويمكن الوصول إليها بالتحليل، وما يلزم نبوءة أو نبوءة ما يلزم، لكن هذا النبوءة هي بدأت أكتشف. دعني هنا أوضح إيش نقصد بنبوءة. هو القصد أن هناك نبوءة قرآنية في مستهل سورة الإسراء تتعلق بوعد الآخرة الذي هو هذا زمنه. هذه نبوءة قرآنية. ثم حاولنا أن نرى إن كان بالإمكان أن نجد هناك علاقات رياضية لا يمكن أن تصدف لها علاقة بتفسير هذه النبوءة. إذن هي نبوءة قرآنية ابتداء، مش إحنا اللي نتنبأ. أين؟ نحن نحاول أن نستنطق الألفاظ وفق ما نسميه بالنظم العددية القرآنية، فوجدنا هناك ملاحظات عجيبة تجعلنا نقول باحتمال ما يزيد عن 95% أن يتحقق، مع هامش 5% أن لا يتحقق، لأن القضية هي مجرد ملاحظات لنظم عددية يصعب تفسيرها إلا أنه تتعلق بزوال إسرائيل. فإن لم تزل إسرائيل بهذا التاريخ، الحقيقة تكون عجيبة من العجائب. يعني أين؟ أنا أرى أنه العجيب هو أن لا تتحقق على ضوء النظم، ووقتها نحتاج أن نفسر ما معنى وجود هذه النظم الرياضية المتعلقة بالنبوءة القرآنية الواردة في مستهل سورة الإسراء
وفي صور أخرى تتعلق بال ب ب ب ب ب يعني بواقعنا القائم الآن. طيب دكتور، الآن على تفضل. هذا الكلام دكتور، يعني هل اليوم البعض يعني قد ينقض هذه النبوءة من باب أنه حضرتكم أخذتم التاريخ مبدئيا كتعداد، اللي هو أنت أشرت طبعا كثيرا لهذا الموضوع، اللي هو موضوع الكلام اللي ذكرته العجوز اليهودية الذي ورد في إحدى المحاضرات، فأنت حصلت على الرقم أصلا و بدأت تبحث عن هذا العدد، فبالتالي هناك يعني خلينا نقول عدم موثوقية من حيث المبدأ في موضوع البحث بهذا السياق، فكيف يعني ممكن توضح لنا هذه المسألة؟ أولا لي على الإنترنت ثمان محاضرات تحت عنوان نظرات في فواتح سورة الإسراء تفسر النبوءة المتعلقة بوعد الآخرة، وهناك تاسع تحت عنوان وعد الآخرة، تكتمل الصورة من ناحية التفسير. نعم. يبقى السؤال متى؟ فإحنا جاء المفتاح، جاء فقط مفتاح لنبدأ البحث، فهو صحيح إنه كانت مسألة ما قالته العجوز مجرد مفتاح، ولكن لا يعقل أن يكون هذا المفتاح يؤدي إلى استكشاف نظم عددية ثم نقول إنه هذا من 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 تمنياتنا. إحنا ما نصنعه، هو موجود، إحنا نكشف ونستقرئ ونبين للناس. يعني أنت ما زبطها تضبيط، هي موجودة والناس بالأساس. والناس هي التي تحكم إلى أي درجة يمكن أن تكون هناك مصادفات. وحقيقة دعني أقول إن اليوم أنا مزعوج ليس من الناس الذين لا يصدقون، وإنما أنا مزعوج من الناس الذين يجزمون ويقولون 100% نتيجة ملاحظاتهم أنه يستحيل أن تكون هذه الملاحظات صدف أو مصادفات. فهو الحقيقة أنا أستنكر الجزم، ولكن مع ذلك لو قيل 90% 95% ما بيكون شيء غريب. جيد. طيب هناك نبوءات أخرى دكتور، ماذا عنها بالنسبة لأبحاثكم؟ يعني هناك من قال 2023، هناك من قال 2025، هناك النبوءة التي يعني تروى عن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله 2027. لا، هو حقيقة الشيخ رحمه الله ما كانش يقصد، هي جت عبارة في مقابلة معه، ليست المسألة مبنية على تحديدا. دراسة. نعم. وإنما هو يعني كأنه يرى أنه قضية الأربعين باعتبار معروف في موضوع فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض عن بني إسرائيل، فليس الشيخ أول من أخذ 40. نعم. واعتبر الشيخ كأنه من بداية الانتفاضة أخذ 40 سنة، فخرج معه 2027. فهذا نوع من الاستشفاف لا أكثر ولا أقل، وهو ما قال للناس إنه هي دراسات قائمة على صحيح. ملاحظات متكررة كثيرة جدا، لا، مجرد استشفاف، وسبقوا فيها ناس. ولكن هون بيبدأ السؤال، إحنا نأخذ 40، لو افترضنا إنه 40 فعلا معتمدة، نأخذها من عام 1948 فنزيد 40، ولا من عام 1967، ولا من عام الانتفاضة الأولى، ولا من الانتفاضة الثانية؟ يعني الأمر مجرد كان نظر. ذكرها الشيخ هكذا عابرة. النبوءات الأخرى لها أبحاث حسب ما فهمت، كيف؟ بعض النبوءات الأخرى 23 أو 25 بعضها يبدو أنه لها أبحاث أو لها مرجعية. عفوا، هذه القضية أنا أستبعد هذا الكلام، لأنه نحن من عام 1992 للآن نقدم محاضرات كثيرة جدا كلها تصب في مسألة 2022-1443. أما أن يكون إنسان لاحظ ملاحظة هامشية أو ملاحظتين ثلاث ثم يبني عليها، إحنا ما بنبني بهذه الطريقة. إيه نعم. لابد أن يكون هناك توافقات كثيرة جدا، مش تعد بالعشرات، بالمئات، حتى نصل إلى نتيجة واحدة. جيد. اللي هي 2022-1443. أما بعض الناس يا سبحان الله بملاحظة واحدة بقول 2023-2024، هذا أنا اللي حسب معلوماتي مجرد كلام. تمام. طيب بعض التعليقات وردتنا دكتور على البث المباشر، زكريا مثلا يقول تحرير فلسطين تعني نهاية العالم، هل هذه الجملة صحيحة؟ لا طبعا لا، لأنه هو أصلا خروج، يعني عفوا، هو من علامات القيامة، المقدمات قصدي، العلامات الكبرى، من علامات الكبرى محاولة رجوع اليهود إلى فلسطين بقيادة الدجال. نعم. أصلاً
شو داعي لمحاولة رجوعهم بالدجال لو كانوا موجودين؟ فهذا معنى إنه هم بيكونوا خارجين، ولكن بعد خروجهم بزمن لا ندري مدى يحاولون الرجوع ثالثا، لأنه مرتين أذن الله لتفسدن في الأرض مرتين، المقصود أرض فلسطين، في وعد الأولى ووعد الآخرة. هناك أولى ومش ثانية، أولى وأخيرة. فهم لما بيخرجوا لا ندري بعد يعني مدى السنين يحاولوا رجوع الثالثة، وهذا ممنوع، فبرجعوا بقيادة الدجال، وهذه هي اللي من علامات القيامة الكبرى. ولكن لا يستقرون ولا يقيمون دولة ولا يقيمون مجتمع، بل يهزموا فورا. ومن هون هذا ممكن يكون قول الله سبحانه وتعالى: وإن عدتم عدنا بعد الآخرة. نعم، جميل. يا رب إن شاء الله عز وجل نكون من أهل هذه، إن كان هذه النبوءة والتحرير بشكل عام. طيب شيخنا، يعني وانا نطيل عليك كثيرا، ختاما نريد منك رسالتين. الرسالة الأولى: كيف لنا نحن، من خاصة نحن من هم خارج فلسطين، أن يكون لنا دور، على فرض أن هذه النبوءة إن شاء الله ستتحقق، إن تحققت، إن كانت حقيقة خلال الأشهر المقبلة، كيف يمكن أن يكون لنا دور في هذه النبوءة أو هذا التحرير؟ أنا مش مطلوب مني أحدد دور كل واحد. الآن اللي بيسمعونا بجوز آلاف وبعدين بيصيروا ملايين. لا، هو الأصل أنه يكون كل مسلم أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. كل واحد له موقعه، كل واحد له مركزه، كل واحد بيدرك كيف يستطيع أن يقدم، كيف يستطيع أن يقدم، سواء بفكره أو بماله أو بجهده أو بإعلامه إلى آخره. يعني هذه معركة وعي بالدرجة الأولى. جميل. ثم قضية جاهزية الأمة. أنا أرى إنه الأمة كأمة هي الآن جاهزة، والناس على فكرة ما عندها فكرة عن واقع إسرائيل الآن ونظرة العالم كله لوجود إسرائيل. الناس عندها وهم كبير، قد تتفاجأ بأنها كانت لا تدري حقيقة المتحولات، التحولات على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليمي وعلى مستوى الداخل الإسرائيلي. الناس يبدو ما بتدرس حتى تدرك إنه الآن الأمور وصلت إلى درجة كأنه يصح القول فيها: فالتقى الماء على أمر قد قدر. إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب، الله يسمع منكم شيخنا إن شاء الله. يا رب الله يجزيكم الخير. ختاما لو سمحت دكتور، وأنتم ما شاء الله بإطلالاتكم على التفسير في النبوءة وغيرها، لكم ما شاء الله يعني رؤيتكم وطريقتكم المميزة حقيقة في التفسير. أنا شخصيا أستمتع وأنا أستمع لمحاضرات التفسير الخاصة بكم. لو توجه رسالة لكل من يتابعنا الآن ونحن نقرأ القرآن، كيف نتدبره بشكل مختلف خاصة في زماننا هذا؟ هو الحقيقة يعني حاولت في الدروس اللي بدأت فيها من بداية سنة 2011 تقريبا، الآن في إسلام نون على اليوتيوب هناك أكثر من 500 يعني محاضرة في التفسير. الحقيقة حاولت أنه من خلال التفسير أنه المتلقي يصبح لديه أولا الدافعية للتدبر، ثم تصبح لديه منهجية في 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 التعامل مع النص الكريم. هو إذن من خلال، أنا أنصح بمتابعة دروس التفسير اللي تم تنزيلها في إسلام نون، عندها سيدرك إنه هو يأخذ المنهجية في كيفية التعامل، ثم تصبح لديه الدافعية. وهذا ما توصلنا إلى من خلال استقراء آراء كثير ممن يشاهد هذه الدروس. الحمد لله هم يرون إنه الآن اختلفت لديهم منهجية النظر ومنهجية التدبر. فالقضية إذن مش قضية نصيحة الآن تعطى الآن، وإنما أول نصيحة أنا أنصح بمتابعة دروس التفسير. جميل. اللي تم إنزالها في إسلام نون. جميل، بارك الله فيك دكتور بسام، شكرا جزيلا أنك شرفتنا ونورتنا في أولى حلقات برنامج استوديو قاف. ويعني أطلب من حضرتكم أنه إن شاء الله في الأيام المقبلة والأشهر المقبلة أن نكون على تواصل مستمر، ونسعد بوجودكم دائما معنا في قاف التفاعلية. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، موفقين إن شاء الله. حافظك الله. شكرا. موفقين. شكرا دكتور، شكرا، بارك الله. شكرا جزيلا دكتور.